أنا جدة. نعم أنا جدة أيها الشرطي اللي لابس شفقة. أنا جدة، هل تعرفني؟ شنو تحاول تقبض علي؟ مو عيب عليك؟ We're sneaking. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة الحامي بوب الجزء الأول، سلسلة بوب الأرنب ضد بوب النينجا. واللي متابعين ويا هاي السلسلة يعرفون بأن احنا وصلنا إلى فصل متقدم ووصلنا إلى المرحلة التاسعة. خل ندخل ونشوف بوب الأرنب ايش راح يسوي بهالمرحلة. اجى بوب الأرنب إلى هذه المرحلة قبل ماكو حكي شباب، أوكي؟ خلينا نخلص الحكي عشان نستكشف المرحلة. ماكو بس خلينا نستكشف المرحلة يا شباب. المرحلة عبارة عن واو، المراحل بدأت تصعب يا شباب. الشرطي الخبيث والشرطي اللي ملابس شفقة والشرطي اللي لابس شفقة والجدة وقناع عدد 2 والكنز موجود يم الجدة شباب. الكنز يم الجدة. اوكي، مهمة بوب الأرنب بأنه يضحك كل الموجودين ويرسلهم إلى عالم التليبورت ما عدا الجدة طبعا. اوكي نبلش يا شباب. اوكي يجي بوب الأرنب من ناية، اوكي يجي منا مباشرة، اوكي يضحك إلى عالم التليبورت. الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك. اوكي هاي أول مهمة خلصت، ناخذ هاي الشغلة من ناية، اوكي ونجي منا ناخذ هاي الشغله ونجي منا. اوكي يس الى عالم التليبورت. الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك. خلصنا شباب من اخبث شرطي اللي هو الشرطي الخبيث. نجي هنا هسه، اوكي ناخذ هاي الشغله منا، واعتقد عندنا المفتاح. صار هسه بقى عندنا هذا الشرطي اللي لابس شفقه. يعني بلكي تضحك يا شرطي يا لابس شفقه. أول شيء خلنا ناخذ ذني الشغلات اللي هناية وأريدك هسه شنو تضحك. يس إلى عالم التليبورت. الله وياك. خلصت المهمة يا شباب، خلصت المهمة، خلصت المهمة يا شباب. الجدة، الجدة بقت الجدة، لكن أنا إيش قد أحبها للجدة، لكن شو حسوي للجدة. الجدة مباشرة مباشرة ندخل من ناية. يلا 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 وناخذ الكنز. حتى جدة ضحكت. يس الله وياك يا جدة. ونتوجه لباب الخروج وبيجي قدر بوب الأرنب بينه يخلص المرحلة التاسعة من الفصل متقدم وحصل نجمة واحدة يا شباب. أخذني الحماس ويعني ما قدرت أخذ كل الشغلات، أكو بعض الشغلات يعني ما أخذتها. أوكي شنو رأيكم شباب هسه نشوف بوب النينجا شو حيسوي بهالمرحلة؟ بس قبلها خلنا نروح إلى مراسيم تحول بوب الأرنب إلى بوب النينجا. يلا. أبرا كدبرا يا بوب الأرنب تحول إلى بوب النينجا. اجى بوب النينجا الى هذه المرحلة. بوب النينجا محتاج استكشف المرحلة لان اكيد عنده خطة، والخطة تكمن كالاتي: بانه يتوجه منا مباشرة وياخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن، ويجي منا ويسد الباب وراه هكذا ويتوجه منا وياخذ هاي الشغلة بما انه هو سايلنت، وايضا يتوجه منا ويسد الباب وراه ويتوجه منا ويتوجه منا. اوكي شاف هذا الباب مفتوح ايضا. اوكي نتوجه منا نتوجه منا ونتوجه منا ونتوجه منا. هذا كله خلصت السرعة يا شباب، خلصت السرعة. اوكي نتوجه منا هسه بدون سرعة، وهذاك خليه كل ساعة يشوف الباب مفتوح، واحنا نتوجه منا وناخذ ذني الشغلات نقدر ما ناخذ هنشان نتنكر بي زي الجدة. انا الجدة. نعم انا الجدة ايها الشرطي اللي لابس شفقة. انا الجدة، هل تعرفني؟ شنو تحاول تقبض علي؟ مو عيب عليك؟ اوكي شباب ناخذ ذني الشغلات كلن يعني كلن ونرجع نتذكر بي زي الجدة نوبة اللغ. انت ما شفتني؟ انا اخذت كل الشغلات واني مو جدة، انا بوب النينجا. ونتوجه منا يا شباب، نتوجه منا ونسد الباور علي. ليش؟ لان احنا مؤدبين واحنا متنكرين بزي الجدة. ونتوجه منا ايضا، فالجدة راح تيجي منا
نعم ايتها الجدة. اوكي 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 يلا يا جدة يلا يا جدة داين داي يا جدة. اوكي نتوجه منا ناخذ ان شاء الله كل يعني كلهن ولو جع نتنكر بزي الجدة نبت اللخ وين نجي هنايا انا الجدة وانت جدة ايضا. ما هذا؟ من هو المزيف فينا؟ انا لست مزيفة انت المزيفة. اوكي شباب نتوجه منا يا ونتوجه منا وناخذ ان شاء الله كلهن يعني كلهن ونتوجه منا ونتوجه منا ونتوجه الى باب الخروج بيجي كده باب النجا بانه يخلص المرحلة التاسعة من فصل متقدم وحصل ثلاث نجمات وممتاز ورقم قياسي جديد. والله عافية عليك يا بوب النينجا برغم كل المحادثات اللي سواها ويا جده ويا الشرطي اللابس شفقة لكن قدر بانه يحصل رقم قياس جديد. ليش؟ لان هذا بوب النينجا يا شباب. اوكي اصدقائي اوكي اصدقائي اتمنى تكونون مستمتعين بهذه السلسله واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع من اصدقائكم ونشوفكم بخير الحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100. مع السلامه حبايبي. We'll be right back.